على عبر سكاي من اسطنبول المختص بالشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، مرحبا بك. إذا مهندس ما يسمى صفقة القرن جارج كوشنر صرح بأن واشنطن ستعلن خطة للحل السياسي عندما تكون جاهزة، إلى أي مدى ترى أن هذا التصريح يؤكد إخفاق مؤتمر البحرين الممهد للصفقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو كما قال هناك تشويش هذا الصوت. تفضل. نعم، هناك كثيرون ممن حللوا وسبقوا مؤتمر البحرين بأن هذا المؤتمر ولد فاشلا وأنه لن ينتج عليه شيء، خصوصا استنادا إلى تجربة محاولات التسوية في 25 سنة الماضية منذ اتفاق أوسلو. لا يوجد أي دليل أو أي معطى واقعي يدلل على أن هذا المسار سينجح، خصوصا وأن أطراف صراع أنفسهم مغيبين عن هذا المؤتمر، وتبدو النوايا السيئة للإدارة الأمريكية جلية لكل العالم في سعيها في هذا المؤتمر، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يفشل. كما أن الحديث عن فرصة هو يعبر عن عجز لدى الإدارة الأمريكية، وأنها تريد أن تستبق الأحداث وتريد وهي تسابق الزمن للوصول إلى شيء بشأن القضية الفلسطينية قبل أن يحصل أحداث كبرى تجعل هذا الهدف ربما مستحيلا في السنوات أو الأشهر القادمة. ما تعليقك على تقرير صحيفة الجارديان الذي ذكر أن مؤتمر البحرين فقد صدقيته ما دام الفلسطينيون غابوا عنه؟ هذا ما أكده كثير من المراقبين، ربما كل المراقبين أكدوا بأن هذا المؤتمر سيفشل لأن طرفي النزاع غير موجودين، ليس الفلسطينيين فقط، يعني حتى حكومة الاحتلال لم تكن ممثلة إلا بمستوى قليل، وهو المنسق السابق لأعمال الحكومة في القصة الغربية، وهو ضابط من الجيش بولي مردخاي، وبالتالي لا وجود سياسي رسمي حقيقي بمستوى عالي للكيان الصهيوني ولا وجود للقيادة السياسية الفلسطينية، حتى أن أحد كتاب هارتس كتب بأن الولايات المتحدة تعقد حفلا في البحرين ونسيت أن تدعو العروسين لهذه الحفلة، وبالتالي هذا يلخص المشهد. القضية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني وهما ليسا طرفان في هذا المؤتمر، هذا مؤتمر رجال أعمال وهو ينسجم مع شخصية ترامب وجارد كوشنير وهو المال والأعمال والبزنس، وليس قضية سياسية بحجم القضية الفلسطينية، تعتبر الأصعب في تاريخ البشر وتاريخ الدول، وبالتالي فإن عقد ورشة من هذا النوع لهذه القضية بهذا الحجم هو بالتأكيد فشل، وهو لا يعدو أنه مجرد بروبا أو مجرد نوع من التدريب لشخصية سياسية مراهقة مثل جارد كوشنر يريد أن يجمع عدد من السياسيين في لقاء دولي ويلقي أمامهم الخطابة ويستعرض مهاراته الخطابية. كما قال أحد المعلقين بأنه لا يعدو احتفال لتخرج طالب من المدرسة لم يحصل كوشنر. ربما جارد كوشنر إثناء تخرجه من المدرسة على مثل هذا الاحتفال. كيف ترى الرفض الشعبي الجارف لصفقة القرن على المستويين الداخلي والدولي، وهل أثر في موقف بعض القيادات الحكومية كرئيس الوزراء اللبناني الذي أعلن رفضه الصفقة؟ بالتأكيد الشعوب العربية عبرت عن رفضها، وهي كما هو معروف عنها الشعوب العربية هي العمق للشعب الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة والرافض للتسويات، ونحن نعلم جميعا بأن الشعوب العربية مغيبة عن صناعة القرار، ولكن في بعض الدول العربية هناك فعلا تأثير للشعوب، وعبرت هذه الشعوب عن رغبتها من خلال بعض المؤسسات، فمثلا البرلمان الكويتي استطاع أن يوصل صوت الشعب الكويتي بالرفض، في الأردن كذلك، في لبنان كذلك، في صوت الشعب وصل حيث سمح للشعب بالتعبير. حتى في البحرين البرلماني مثل ناصر الفضالة تحدثت معه أيضا في برنامج، وهو يرفض مؤتمر البحرين وهو في البحرين ومقيم في البحرين، وبالتالي صوت الشعب في البحرين نفسها هو مثال للشعوب العربية الرافضة لمثل هذا المسعى الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية. ومتى ما سمح لأحد بالحديث
الشعب، أي شعب عربي في أي قطر عربي سيرفض مثل هذه المؤتمرات وسيرفض هذه الصفقة. وبالتالي الموقف الرسمي من يتحدث هو بسبب القمع، هناك أنظمة تمنع أي أحد بالحديث، لا يوجد لديها انتخابات ولا يوجد لديها برلمانات ولا يوجد لديها حرية رأي مثل الإمارات والسعودية، فمن الطبيعي أن لا نسمع أحد من هذه الشعوب يتكلم ضد المؤتمر. الموقف الرسمي بشأن لبنان نتحدث، هل هناك دوافع أخرى غير الضغوط الشعبية التي تحدثت عنها والتي جعلت سعد الحريري المقرب من مهندسي هذه الصفقة أن يعلن رفضه لهذه الصفقة؟ نحن نعلم بأن سعد الحريري تعرض إلى أزمة في علاقاته مع هذه الصفقة كثيرة، وهو اضطر للعودة إلى لبنان والتحالف مع التيارات المقاومة في لبنان والتقارب معها، وبالتالي هو لا يستطيع أن يخرج ويغرد خارج السرب اللبناني في الظروف التي وصل إليها، حتى قيل أنه كان معتقلا أو مختطفا أو محتجزا في السعودية، وبالتالي هو لا يستطيع إلا أن يكون ممثلا للصوت الرسمي والشعبي في لبنان، ومعروف أن لبنان دائما متقدمة بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المقاومة أكثر من باقي الدول العربية، وهي أكثر بلد عربي ربما شاهد مستوى من الحرية جعل طيب سيد صلاح الدين قريبة من أصوات الشعب. في سؤال أخير لو سمحت باختصار، حركة الجهاد الإسلامي ذكرت أن الفلسطينيين لن يسمحوا بتمرير صفقة القرن، ما الأوراق التي يمتلكها الفلسطينيون لعدم إنجاح الصفقة؟ هو سلاح الضعفاء أولا لدى الفلسطينيين، لدى القيادة السياسية الفلسطينية، وهي القدرة على القول لا، إذا قال الفلسطينيون لا فلا يستطيع أحد أن يمرر شيء، هم بالنهاية أبو الولد، هم أصحاب القضية، ولا يمكن أن يحدث شيء بدون أن يوافق عليه الفلسطينيون، ومن هنا ستفشل كل هذه الجهود. أيضا الشعوب العربية تسمع الرأي الفلسطيني وتسمع القيادة الفلسطينية، ولا يوجد نظام عربي يستطيع أن يسوق اتفاق أمان شعبه لا يقبله الفلسطينيون، وهذا جعل وزير الخارجية أو الوزير للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجوبير يقول بأننا لا نقبل إلا بما يقبل به الفلسطينيون. شكرا. وهذا تأكيد على أن الفلسطينيين عندهم مربط الفرس، إذا رفض الفلسطينيون فلم يستطيع أحد أن يقبل. عبر سكايب من إسطنبول المختص بالشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، شكرا جزيلا لك.